مين؟ مين تربى تربية مثالية بالكامل ولم يعتدى عليه على الأقل إيه؟ في إيه؟ كرامته واعتباره. مين المقيل له وهو صغير يا كذا ويا كذا ويا أبو كذا؟ خاصة في بلادنا العربية المتخلفة للأسف الشديد. والله العظيم. يا أبو راس ويا أبو الدينين ويا أبو كذا ويا أحول يا أشبح يا أفكح. تشفي، شيء غريب، ومن الأب والأم وأقرب المقربين. وأنت عالة وأنت فاشل. وأنا أتكفل بك وأنت ما بتسوى. على الأقل كذا. ماذا؟ تعرفون الإساءات للأطفال في طفولتهم مثل هذه الإساءات للاعتبار والمثابة وكرامة النفس واحترام النفس أسوأ أثر على الطفل من الاعتداء الجنسي، على أن الآخر هذا مدمر ولعين وبين قوسين من يفعله من خنازير البشر. مقاربة أن الاكتئاب مرض لا عقلاني، مرض كيميائي في الدماغ تجعلك عاجزا قاصرا. ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ لا أستطيع على شيء. قدر، هذا قدر، مثل مرض السكري، السرطان، مثل أي مرض، مرض في الكلية، في الكبد، مرض وعائي، قدر. ماذا نفعل يعني؟ يجعلك ماذا؟ ويجعلك أيضا تتوجه باللوم والكره لجزء منك، لجهازك العصبي، تصير تكره حالك. هذه لها أثر نفسية سيئة جدا جدا، وهذا الذي يحصل. وفي الحقيقة الأمر أسهل وأيسر من هذا بكثير بحمد الله تبارك وتعالى. ولذلك الآن بدأنا مقاربة جديدة خارج الدماغ. الدماغ نحطه على جهة هذا، نقول له إلى حين، ونشوف القصة برا، برا. الأحداث الخارجية، سياقات الحياة، الأحداث الصامدة للتراوما، الصادم عفوا، التي تحصل للأطفال، childhood trauma بسمونها، تراومة الطفولة، تراومة الطفولة. وتقريبا مين منا ما عندوش ايه childhood trauma؟ يعني مين؟ مين تربى تربية مثالية بالكامل ولم يعتدى عليه على الأقل ايه في ايه كرامته واعتباره؟ مين المقيل له وهو صغير يا كذا ويا كذا ويا أبو كذا؟ خاصة في بلادنا العربية المتخلفة للأسف الشديد. والله العظيم. يا أبو راس ويا أبو الدينين ويا أبو كذا ويا أحول يا أشبح يا أفكح. تشفي، شيء غريب، ومن الأب والأم وأقرب المقربين. وأنت عالة وأنت فاشل. وأنا أتكفل بك وأنت ما بتسوى. على الأقل كذا. ماذا؟ تعرفون الإساءات للأطفال في طفولتهم مثل هذه الإساءات للاعتبار والمثابة وكرامة النفس واحترام النفس أسوأ أثر على الطفل من الاعتداء الجنسي، على أن الآخر هذا مدمر ولعين وبين قوسين من يفعله من خنازير البشر. حين يعتدي جد على حفيده أو أب على ابنه أو ابنته، هؤلاء هم بين قوسين يعني. ويريت ما اضطرينا نذكر موضوع المقزز هذا، هؤلاء خنازير البشر، لعنة الله على أمثال هؤلاء الذين من أجل الانسياق وراء شهواتهم الحيوانية لا يبالون بتدمير أقرب الناس إليهم. أنت دمرت هذا، دمرت ابنك، دمرت ابنتك، أسلمتها مش لمجهول، أسلمتها لمستقبل هو اللعنة بعينها، هو الجحيم بذاته. من أجل ماذا؟ تبا لهؤلاء الأوغاد، لكن الحياة موجود فيها هؤلاء للأسف الشديد، للأسف الشديد. إذن هذه الأشياء ليس لها علاقة بالاكتئاب. طفل تعرض لمثل هذه الصدمات وهذه الحوادث المؤسية ما لهاش علاقة باكتئابي حين يبلغ سن المراهقة أو حتى بعد ذلك، لا إلها إلا علاقة كبيرة جدا جدا. كيف ما لهاش؟ ولذلك أصبحت المقاربة الجديدة مقاربة أكثر واقعية وأكثر عقلانية، مش لا عقلانية، لا أكثر عقلانية. كان المقاربة الأولى كما عبر عنها أحد علماء الأعصاب تختزل بسؤال What's wrong with them؟ إيش الخطأ فيهم؟ في خطأ فيهم، في مشكلة في الدماغ طبعاً، في الطنجرة هذه في خطأ في دماغك، هذه الآلة في خطأ. بعد ذلك أصبحت المقاربة ماذا؟ What happened to them؟ ما الذي وقع لهم؟ كيف تأذوا هذول؟ مروا بإيش؟ ما الذي دهاهم؟ وهذه المقاربة الصحيحة. مش What's wrong with them، لا، What happened to them؟ إيش اللي صار لهم؟ وصار حين المعالج لابد أن يسأل هذا السؤال، إيش اللي صار لك؟ إيش اللي حدث معك؟ يعني في تجربة عجيبة جدا قام بها مجموعة من العلماء على بضع مئات من السيدات الإنجليزيات التي التحقن ببرنامج يقوده أطباء مختصون أيضا للتخسيس لتخفيض الوزن،
ودخل هؤلاء على الخط من زاوية ثانية على البرنامج. إحدى هؤلاء السيدات كان وزنها بلغ 185 بالأحرى كيلوغرام. بعد نجاح البرنامج معها انخفض وزنها إلى 60 كيلوغرام. يوم الاحتفال حين احتفل الأطباء والمعالجون والممرضات وكذا كانوا سعداء جدا والتقطوا الصور، هي كانت حزينة، لم تكن راضية، كانت كالخائفة. دخل هذا العالم الباحث مباشرة بلطف شديد جدا، حسن تأتي، وبدأ يسألها ويناقشها. قالت له: في الحقيقة يا سيد فلان، أنا لم أكن سعيدة بوزني الجديد. قال: عجيب، كل البنات والنساء يتمنين هذا، جسم ممشوق وقوام جميل وكذا، حركة ونشاط ويوحي بالذكاء، لأن الناس دائما يظنون أن السمان جدا مل وحمق، وهذا خطأ، هذا تمييز مجرم، لكن هذا الذي يحصل في الشرق وفي الغرب للأسف الشديد. قالت له: لا لا لا، أنا شعرت أنني مكشوفة، شعرت بالرعب بالخوف. هو فهم، التقط الخط، سألها سؤالا ذكيا جدا، قال لها: منذ متى بدأ وزنك يزيد؟ قالت له: في الحقيقة في 11 من عمري، قبل ذلك كنت طبيعية، 11 بدأ وزني يزيد. واضح أنه وزن زائد باكتساب الطعام، ليس بسبب هرموني أو أي شيء آخر، لا لا لا، باكتساب الطعام، تأكل كثيرا. عاد يسألها طبعا بطريقة أيضا أكثر حساسية: هل اتفق لك حدث ما، يعني شيء آلامك؟ قالت وهي طبعا تشعر بالخجل وبالعار: في الحقيقة جدي اعتدى علي، وبدأ من تلك السنة في اغتصابي. يبدو أنه يعني دأب على هذا ربما سنة سنتين ثلاث سنوات، لا ندري، لم تصرح هي، بدأ يعني مشوار والعياذ بالله. فهم هذا الطبيب المعالج العالم. قالت له: ولذلك أنا أشعر حين أكون بدينة وقبيحة ونتنة أنني محمية، ما في رجل بيحبها ولا بتحرش بها ولا بتطلع عليها، اذهبي في حال سبيلك. شفتوا المسكينة؟ وقال لك اكتئاب، والاكتئاب تأدى بها إلى السمنة وكذا. إيش السبب؟ نريد السياق الأوسع الذي أودى بها إلى هذا المصير الحزين المأساوي، لأن هذا اللعين، هذا اللعين المجرم دمر عليها براءتها، حطم براءتها، انتهك حرمتها، حفيدته، شيء لا يكاد يصدق. يكتشف هذا العالم، يقول: وجدت 55% من هؤلاء النساء اللاتي التحقن بهذا البرنامج للتخفيض أو التخسيس جرى لهن الشيء نفسه، اعتداء جنسي في الطفولة أو في مقتبل المراهقة. وطبعا تريد نوعا. ثم بعد ذلك بدأ يواصل البحث، وجد المساجين في السجون الذين يخافون من اعتداء الأقوياء والمجرمين عليهم يميلون إلى اكتساب الوزن. هنا دفاع فيزيقي، دفاع يعني حسي مادي، عشان أدافع عن نفسي، فعلا ضربني أضربه وأتحمل الضرب كمان، مسكين مساجين بسمن عشان أدافع عن حاله، عشان أدافع عن حاله. أيضا الفئة الثالثة، وهذه عجيبة، وجد أن من النساء والرجال من يكتسبون الوزن الزائد. لماذا؟ لأنهم يظنون أنه يجعلهم بعيدا عن أعين الرقابة، خاصة في العمل في الوظيفة. طب لماذا؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ طبعا واضح المسألة، أشرت إليها قبيل قليل، لأن المدير أو المسؤول أو الآخرين حتى ممن يتحاسدون وتغيرون معهم سيغضون الطرف عن هؤلاء، ماذا؟ السمان البل، لأن السمين في نظرهم أبله وأحمق وبطيء الحركة. إذن التوقعات ماذا؟ تكون متدنية منه. ما تتوقع من سمين؟ أداء وفاعلية في العمل كالرشيق. فإذن هو يريد العمل لكن بأقل ماذا؟ بأقل مجهود، عن طريقة. الإنسان معقد، الإنسان معقد جدا. أكيد كل واحد منا يخضع لإملاءات لا شعورية تملي عليه مسلكيات معينة، أمزجة محددة، أفكارا كذا، اتجاهات في الحياة وهو لا يدري. لذلك العلم مش بس نور، والعلم إنقاذ، والعلم قوة، العلم قبس إلهي لا إله إلا الله، العلم كشف عن الحقائق، كشف عن الحقائق الغائرة. مثل هذه الحقائق طبعا مستحيل تكشف عنها علوم البلاغة مثلا، أو حتى الفلسفة الميتافيزيقية، هذه تريد علوما متخصصة، سبحان الله.